مرحبا، هذا الفيديو بدنا نحكي عن واحدة من الخواص بالزونة الـ XT60 والـ XT120 اللي هي خاصية سحب الخط أو الـ Pick Up Group. يعني فرضا أنا عندي ريسبشن بستقبل المكالمات، ولسبب من الأسباب الريسبشن ما رفع المكالمة، فممكن أنا من مكتبي أو من مكتب زميلي بالبدالة نسحب المكالمة للـ Extension عنا. أول إشي حنعمل لوجن على البدالة، بعدين على Settings، Call Features، Pick Up Group، نعمل Pick Up Group جديد نسميه Incoming فرضا، بهاي الحالة لو فرضا اجت مكالمة على البدالة والاكستنشن 605 ما رفع المكالمة، ممكن اكستنشن 606 او اكستنشن 611 يسحب المكالمة. طبعا بعد ما نضيفها لازم نتأكد بالفيتشر كود شو هي البيك اب فيتشر. رح نروح على جنرال فيتشر كود، نلاقي كول بيك اب. يعني بحالتنا لو واحد اتصل على البدالة واكستنشن 605 ما رد على المكالمة، ممكن انا من الاكستنشن زي ما شفنا اضغط نجمة 4 واسحب المكالمة من دون ما يعني اروح على المكتب تبع الاكستنشن اللي بالريسبشن. شكرا.